مساء الخير، حلقة جديدة من ريبلاي. رح نحكي فيها اليوم باسكتبول، رح نحكي فيها بادمنتون، ورح نحكي فيها عن انتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية اللبنانية. طبعا ضيفنا اليوم غني عن التعريف بمجال الرياضة بلبنان، من لاعب لمدرب لنائب رئيس الاتحاد الدولي للبادمنتون، رئيس الاتحاد اللبناني ورئيس نادي هوبس. رح نحكي معه عن تجربته الرياضية بحوار شامل. جاسم أنسو، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. بس مدرب ما عملتها بس سنة أنا وصغير، بس إنه ما عملت مدرب، قطعت فيها يعني. بس ماشي. طيب، ما بحبها. رح نبلش الحلقة مع الباسكتبول. الباسكتبول اليوم صارت إذا بدك هي التوب بكل الرياضات بلبنان. اللي عم بيعملوا الاتحاد ما حدا عم بيقدر يعملوا باقي الاتحادات. ليك صار لي 40 سنة بركي، من لما 40 سنة بركي كتير، 30 سنة عشنا الباسكتبول الجديد نحن وياك، وكنا الرياضي حجم القديم وكل هالفترة هاي، وشفنا الطلعات والنزلات. اليوم أنا كنت دائما عندي هاجس أنه هالأندية كيف قادر تعمل sustainability، يعني تضلها تقدر تستمر. كان دائما عندنا هالقلق، ودائما نشوف ناس عم تيجي تحط مصاري وتفل. اليوم تغيرت لعدة اعتبارات، بس بدها حلقتين هاي. لعدة اعتبارات أكيد الاتحاد هو أساس بهذا التغيير، لأنه عطاها حقها وطلعت اللعبة ومع النتائج ومع الإنجازات. وأنا آخر شيء عايش فيها يعني، من أكاديمية الهوبس لا 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 كل الأمور، لدرجة أولى تانية تالتة رابعة، موجود بكل الدرجات. It became a product. أكيد. Basketball is a product. لما صارت هيك ما عادش ينخاف أصلا، ما بحياته كان ينخاف على مستقبل كرة السلة، ولكن كان بدل الإدارة. هل هي هالإدارة؟ هيدي بداية الإدارة. وهلا اللي عم بيقولوا البريزيدان اكرم حلبي انه الخطوه الثانيه هي الاداره المحترفه، وهي هذا الصح. انا برايي قادر يعمل كثير اشياء يعني، بعد انطوان شاركي والستابيليتي اللي خلقها وقت اللي اجى على عالم كره السله، هيدا انجح اتحاد قطع بتاريخ اللعبه. ما بدنا نزيد على بعضنا. موسم مشتعل بالباسكت. لحظه، هيداك انجح؟ لا، هيدا الانجح. هيدا هو الانجح. لا، كله بعد شارتي انا شهادتي، لانه شارتي حط المدماك الاساسي. شارتي كان عنده هيدا الشفافيه والنزاهه، هيدا اللي اليوم اكيد اكرم اعتمده، وطبعا صار في نوع من وطور كثير الكوميرشلايزين يعني. اليوم لما نشوف تغير البد اللي صار، نتيجه له كثير معاني. صح. جاسم، موسم مشتعل بالباسكتبول اللبناني، بس مش هيك لهوبس. ليش يعني هيديك السنة؟ هل ليه قطع هيدا الموسم؟ ليه قطع؟ ليك، بلشنا موسم سيء، انضرب أول أجنبيين كنا بدورة الأنترانيك، كانوا كتير منيح، انضربوا أكيليز يعني ماتش التاني. فتنا خليل عون كان مفروض يلعب كمان ثلاثة أرباع الموسم، كان مضروب. صار عنا خلل إداري فني كمدير فني، واضطرينا نعمل تغيير. هدول ما بيرحموا أي نادي يعني. وإذا بدك تطلع في ست مباريات كنا عم نخسرهم على نقطة نقطة نقطتين نقطة نقطتين. وطبعا ما توفقنا بالأجانب، يعني عندك كل المعطيات لما تعمل شيء منيح. ولما عرفنا آخر شيء اليوم آدمين على ما كان في سقوط. ضلينا لآخر تكي، ورحنا شاركنا بدورة الشارقة، وبنفس الوقت صرنا عنا تارك التاني أنه هاللعيب الصغار اللي عنا، عبد علاء، عمر، زين وعباس، قلنا هيك نعطيهم مور تشانس ليلعبوا اكثر، لندعاكم اخر الموسم نبلش موسم منيح معهم. واعلنا انه الموسم الجاي اللي هو هلا حيكون هوبس بغير محل. وانت بتعرف اخر امضاوات اللي عملناها، هلا رح نحكي عنه، جورج جعجع وكل هاو. بس السؤال الكبير انه هوبس من 24 25 سنه بيصنع لعيبه، عاطي لعيبه لكل فرق لبنان. اذا بدنا نحكي عن من المنتخب والمنتخبات كلها، الصف الاول اذا بدنا نحكي، علي منصور، كريم زينون، جابرييل صليبي وغيرهم كثير كمان قطعوا بهوبس. جيرار حديديان سيرجيو قعد ثلاث سنين، واطلقت علي مزهر كانت بالهوبس لما راح حكمه بعدين. ويعني ما بقى عم تقدر تصنع لعيبه وتستفيد منهم. عنا بالعكس، عنا هلا الجيل اللي جاي، عنا اربع لاعبين بالمنتخب هلا، داكس، وعندك شويري، عندك جوني صوما، عندك رالف اسكندر، عندك علي ابراهيم. هدول حتسمع هلا بركي سامع بكم اسم منهم، بس عنا بعدنا حنضلنا نصنع.
بس وعندك عبده على عندهم هالسنه سنتين لحتى يعملوا هالقفزه. عم تصنع لغيرك؟ اكيد نحن دائما بنصنع لغيرنا، بس انه في سنه هلا كنا عم نتذكرها. كريم ارتيل وفي غيره، كريم ارتيل، ستيف، مصطفى عساف، هلا اعطيناهم سنترال واعطيناهم ل اخر شيء محمد حطيط كمان بالثاني، بس كلهم ثلاثه بامريكا. نحن شغلتنا نطلع من اللاعب افضل ما يمكن. هل عم صنع؟ انا اتمنى انه دائما نكون عم صنع، هذا مثل ما بقولوا نشام نحطه على صدرنا. بس ما بتزعل عم تصنع على غيرك؟ يعني اللاعب يلعب معك سنه سنتين، بيجوا النوادي اللي معهم مصاري بيرجعوا بيرجعوك على نقطه الصفر. لما يكون عندي البادجت الثاني في شغله، اذا عندي بادجت كثير كبير اللعيب اللي عندي الصغير ما حاعطيه فرصه، لانه حيكون في عندي لاعبين كبار عم يلعبوا ما حيكون عنده فرصه. كل نادي بده يكون عنده استراتيجيه بقلب مسيرته. استراتيجيتنا من اول نهار لليوم بعد هي ذاتها ما تغيرت، لهيك قادرين نصنع. بركي غير عندي ما بدها تصنع. اليوم النادي الرياضي بيصنع كم حدا، وكثير صعب يطلع لاعب من النادي الرياضي وتو شاين، كثير صعب. يعني امير سعود اهم لاعب انا برايي من اللي قطعوا، اخذته سنين، اجى على الهوبس عمل جريت سيزون، راح لهونيك قعد على البنش سنين، كثير صعب تصنعه. لهيك انديه مثل الهوبس وانا موجوده بكل العالم هي مصنعين، يعني هن هيدي هويتهم. ليش؟ لانه اول شيء عندنا اكاديميه بدنا يعني نضوي عليها، بدها تضلها تغذي. نحن موجودين بالدرجه الاولى، بالدرجه الثالثه، بالدرجه الرابعه بالشباب، درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه بالسيدات. هالستركتور اللي عندنا اياها بركي ما حدا بعد ولا نادي عنده اياها، وعندنا مشكله كيف نقدر نضلنا نحفز لاعبيننا ليتصنعوا بكل هالدرجات. هيدي الرؤيه تبعتنا، هذا اور فيجن، وهيدي الميسيون اللي نحن حطيناها. وكنت دائما اقول لهم هل بدنا ناخذها لغير محل؟ بركي ما قلت تتغير، بس بدها تتغير برؤيه جديده، بمال جديد، وبفكره جديده. هل هي بتخدم الاكاديميه؟ بركي الاكاديميه واحد من الانديه اللي هو بالثالثه طلعوا على الثاني، وان شاء الله هلا في فكره وطرحها اكرم حلبي انه بركي بالثاني يصير في اجنبي ويصير في برودكت، لانه اليوم لبنان بده يحضر باسكت على مدار السنه. صح، لازم نعطي هالبرودكت. معقول نعمل فريق بالتاني ومع اجنبي وتو كومبيت ونقدر نصنع فيه تالنت درجه اولى بركي نروح يعني بدك تشوف. يعني في كثير اخذ وعطى انه وين نتموضع نحن بكل بس جاسم هلا اذا حدا عم يحضرك من الناس من جمهور الباسكتبول رح يجي يقول انه خيي جاسم عم بيصنع ما بده يربح لقب، ما بده يربح بطوله، ما بده يسجل اسمه بتاريخ بطوله لبنان. عم بحكي رجال اكيد انت لانه بالفئات العمريه عندك كثير القاب، بس انه ممكن ياخذوا هيدي الفكره. اخذينا عنا وبامرات انتقد عليها، بس انه اخر شيء بدك تعرف حالك شو بدك تعمل. في نفس البادجت نحن بنحطه في فريق، لما عملنا علي منصور وكريم وشو اسمه وكريم زينون وصليبي، وكان اول طلعه جاد الحاج، وجبنا اجانب ثلاثه، رحنا على دبي كسرنا الدنيا، كنا هون مقلعين بموسم كان بيعمل فاينل فور وبينافس هيدا الفريق، هيدي الموسم اللي وقف الدوري، وفي فريق نزلنا على الدرجه الثانيه. دائما عندك هال انستابيليتي. انا بدي اعمل يعني اليوم ما بشوف، يعني من المنطق انه الانديه تكون بالدرجه الاولى يكون عندهم هدف يعمل بطل. طبعا بس اخر شيء حيكون في بطل واحد. اذا فيك تخدم كره السله وتخدم حالك وتخدم رؤيتك وتكون عم تعمل شيء انت مقتنع ومآمن فيه، خليك فيه. طيب، مش ضروري كل العالم تكون مقتنعة فيه 100%. إذا أجيك اليوم أحد المتمولين وقال لك أنا اقتنعت بفكرتك بس إن باراليل بدي أربح بطولة لبنان، أوكي، شو بتعمل؟ بقول له تعال خد النادي، بس بدك تلتزم معي على 10 سنين، مش سنة وسنتين ولا ثلاثة. لأنه لما بدك تغير مسار نادي بقول له تعال بنعمل غير ستركتور ومشي وخد النادي، وانا بكون حدك تكنيكال دايركتور، بدك يعني يكون حدك ساعدك اكيد بكون معك. ساعتها انا بكون عندي رؤيه كمان عم بعمل منيح لكره السله. اوكي، مش كل واحد جاب لعيبه ودفع مال عم بيعمل منيح لكره السله. في هذه مقوله منا مضبوطه، هي عقليه عند الناس. اخر شيء انه في انه والله ايه والله فلان الفلاني عمل فريق وكب عليه مصاري، واو شو برافو عليه. مين قال انه هو الواو؟ طب ما هي فل، في منه فل وفي منه دفعوا ملايين وما نجحوا. فل انه ليش؟ بدك استمرارية مع خطة 5 ل10 سنين، انه ما في يعني هذا اليوم اللي بيقول لك انه عامل بادجت انا 100,000 دولار، هي منا 100،
هي 500 عمل بادجت مليون دولار السنة، هي منا مليون، هي 5 مليون السنة ورا السنة انت عشتها صح. يعني بتعرف قديش صعب الاستمرارية. هيدا شق قلق. في شق تاني انه فنيا كيف ترك، يعني منا شغلي انه والله هيك عشعبالنا بدنا نعمل بطل، بدك تأمن كل المعطيات. واليوم الباسكت بوصل فيها كتير تنافس طبعا. جاسم على صعيد المدربين طلع من عندك جاد الحاج، راح عامل مدرب بدينامو بالحكمة منتخب لبنان، عندك زياد الناطور، عندك كمان هلأ تعاقدت مع كوتش جورج جعجع. التعاقد مع جورج جعجع هو مؤقت مرحلة ولا لا بدك كمان ترجع على إذا بدك على التنافس، مش تنافس، على تصنيع المدربين، على تصنيع اللاعبين بهوبس، لاعبين ومدربين. وانا مقتنع بجورج بالفلسفه اللي طرحها، انه جورج كمان يعني سوري على الكلمه انه كان درب نادي الرياضه ربح بطوله لبنان، طلع درب برا رجع على نادي، مش هذه اهميته. في كتير ناس عملوا بطولات وربحوا بطولات ومدربين معروفين بالبلد وهلا ما عم بيدربوا بالدرجه الاولى، ان كان بالسيدات ولا بالشباب، وان كانوا صاروا مدربين كمان بالمنتخب. جورج جعجع اليوم نحن بعد الكوفيد وبعد الازمه الاقتصاديه صار عندنا هبوط مثل كل المؤسسات. اليوم قررنا قرار استراتيجي انه نرجع نعمل نهضه، واليوم نادي عمره 25 سنه منك هيني تعمل نهضه جديده، لانه اخر شيء مكوناته صارت عتيقه. انتم هلا بالحكمه انتم كل سنه بتتجددوا اسم الله، لانه يعني كله جديد دائما. نحن لا، عندنا صار هيستوري، ومرات هيدي الهيستوري بتكون عبء عليك. اليوم عم نعمله ستركتور للاكاديميه ولا الدرجة الأولى ولا كل الدرجات. أنت تعاقدت معه مدير فني لكل هوبس. صحيح. جورج بيعطينا لأنه صار له كذا سنة وعنده شغف بالفئات العمرية، وهذا اللي أنا كثير يعني أحب على قلبي، لأنه الفئات العمرية بتعرف أنت من أيام الله يرحمه أنطوان شارية، لما أنا كنت هذا دائما كان نعمل بطولات للفئات العمرية صح. لما الاتحاد كان غايب عن الوعي، واليوم مشكور الاتحاد أنه رجع مشي بهذه السياسة هاي، وهي اللي اخر شيء عم تعمل كل النتائج وعم تنزلنا بالتصنيف. 4 منتخبات بكاس العالم يعني. ف اليوم جورج عم نعمل ستركتور فنيه، وانا في حد وفي شخصين اليوم كثير مهمين، لاني سعيد ولا جيلبير بالدرجه الاولى اللي هو كمان من يعني ريكومندد من جورج، وعندنا سعيد للفئات العمريه وللسيدات. سعيد كان عندك بتصور؟ كان عندي قبل. راح على دبي بالجام عند احمد اللي هو شقفه من هوبس، وعندي مازن رمضان اللي هو هلا مستلم الاندر 18 بالشباب اللي ربح بطوله لبنان هذيك السنه بالاندر 16 هذا الموسم. هدول 3 اشخاص فنيا حيكونوا لاقطين المنظومه بالسيدات وبالفئات العمريه، وقسمنا نحن كل فئه حطيناها مسؤول لحتى يتصنعوا المدربين. جورج قوته قاعد اشتغل على الورقي، على الداتا، على النو هاو، على النولج. في كتير مدربين عندهم كل النولج هون وبيكتبوا لحالهم. انا هذا النولج واللي اتفقت انا وياه، هو كان ببرينرز، وهون في نقطه علامه انه كيف جاب شو اسمه رودريغ على اللي هو برينرز المنافس. الرياضة هي sharing knowledge، مش أن ولا أنا بعرف لازم خبي عنك. اليوم لما أنت بنتساعد نتنافس عم نعلي مستوى وعم نعلي اللعبة، أنا وياك حأستفيد بالأخير. أنا بتوفق بربح مرة، بكرة أنت بتتوفق بتربح، بس لما بنتساعد لنرتقي بكرة السلة على كل المستويات. وهيدي شغلة تعلمتها أنا من الاتحاد الدولي، أنه النولج منه حكر على حدا، لازم يتعمم. هيك بتنتشر اللعبة، هيك بتقوى اللعبة، وهيك بيكبر التنافس، وهيك المنظومة كلها والإندستري كلها والمجتمع كله بتلمه أنت بكرة السلة. وهذا الصح لما نحن وي شير نولج. يعني جورج جعجع بفهم منك على مدى طويل مع هوبس هلا. هلا اكيد مينيموم بهذا الموضوع عندنا مفروض، يعني اذا ما هو سافر او شيء نحن عندنا كذا سنه نحن وياه، بس انه هو مدرب على الارض لا ما حيكون مدرب، هو عم بيصنع لي المدربين لانه بيحكي لغاتي، بفهم عليه، بيحكي اللي انا بدي اياه. مش مهم انا وياك بنحكي انه والله بدنا فريق كذا، مهم كيف هذا المدرب ينفذ اللي انا وياك متفقين عليه. بصراحه انا ما كنت متوقع مدرب ربح بطوله لبنان مع نادي مثل النادي الرياضي درب بالسعوديه ومطلوب
ومطلوب اكيد يعني كذا نادي كان عم بيفاوضه يقبل انه يشتغل بهوبس، يبدو انه عنده هالحب او هالشغف بالفئات العمريه. هو جورج كان جاي حكينا ليستلم الفريق الاول وكان موافق، بعدين رجع قال انا بدي طور حالي اوروبيا وبامريكا، هالسنه بدي سافر لاخذ هذا النولج وليخلص كل هذا. قلت له برافو عليك، انا هذا الشيء بيهمني. لهيك اليوم جيلبار كان الخيار الثاني، واللي اخر شيء جيلبار شخص عنده كتير وبده فرصه، وطبعا نحن الهوبس اللي بيعطي فرص. صحيح، فرصنا كتير منيحه لكتار وفرصنا مأذيه لكتار. الهوبس بيضوي وبيأذي، بدك تكون قد للهوبس. بس اذا انت فعلا عندك شيء بالباسكتبول كمدرب وكلاعب حتضوي، بس اذا انت ما كنت، اذا كنت كذبه الهوبس بيعورك لانه منه هين. هلا اكيد الهوبس منه هين وكل النوادي منه هينه كمان. اليوم انت اذا بدك تكون على صعيد الدوري مثل ما صار وين وصل بلبنان، عندك صار الدوري قوي كتير. والفكره اللي طلعت هذيك السنه وتبلورت هالسنه انا كنت متفاجئ انه يمشي فيها الاتحاد ومشي وعملت صدى فني وتقني ومالي وكل هالامور. من هون بدي اخدك على الليست ايه؟ انت مع ولا ضد؟ يعني في كثير عالم، في كثير عالم وكثير نوادي اليوم بيطالبوا الاتحاد شو هالليست ايه، والنوادي اللي معها مساري عم تاخذ اللعيبه والنوادي البقوي. طلعنا بثلاث اجانب واجنبيين على ارض الملعب، رجلجت شوي الامور، لكن بعد الليست ايه اذا بدك كل العالم تقوس عليها وما حدا بيروح بيطالب بي ما حدا بده يغيرها وما حدا بده وما حدا حاببها. ليك الليست اي اول ما طلعت انسألت هذا السؤال من شي 10 سنين وكنت كثير واضح فيه وبعدني بجاوب نفس الجواب. وانا بركي انا من بعد الانتخابات ان شاء الله بدنا نقدم اقتراح لحتى نعدل بالليست اي، لحتى تكون مور فير لكل الناس وتكون عم تحكي دائما شيء يخدم كرة السلة. لانه نحن لعبنا بثمان انديه وتسع انديه وعشر انديه و11 نادي و12 نادي. كيف حطيتوا هيدا ثاني سؤال 12 نادي بالدرجه الاولى؟ هلا 12 هلا 12 بركي اول سنه قليل ما لعبنا ب 12، لعبنا ب 8 مره. صح. لعبنا بطوله ب 8 مسكره مثل ما لعبنا 10 هذيك السنه مسكره. ما في يكون هيدا الكريتير يتماشى مع 8 و12 صح بنفس الوقت ومع اثنين اجانب وثلاثه. سو في فاكتورات هيدا بالمبدا لازم يتعدلوا بناء على عدد الانديه مع عدد اللاعبين الاجانب عدد اللعيبه الليست اي المسموح ضمهم. ايه هيدا الليست اي العدد. سو هيدا لازم يتعدل بشكل يكبر وتشوف قديش لازم يكونوا خمسه اربعه سته وتكبروا او تصغروا. فبدك تعمل فورمول. بعدين الشق الثاني اليوم اول شيء لازم كلنا نتفق انه الليست اي شغلة إيجابية لكرة السلة. إذا الكل متفق أنه منا إيجابية يلغيها، خلينا نشوف شو تداعياتها. بقول لك كلهم ضدها وكلهم معها. لأنه كله بخاف أنه يجيك حدا مجنون يكب 10 مليون على فريق ويلم كل اللعيبة بيأذيك. إيه بس هيدي ما بتستمر. بس هيدي رؤية كلنا لازم، إيه بركي ما بتستمر، بس هي رؤية كلنا لازم نكون قاعدين عم نحكي فيها. فلهيك لنضلنا عم نقدر نعمل تنافس لهلا بغض النظر حلوة ولا لا، رياضي كسر الدنيا السنة بهذا النظام مع خمسة وقدر نافس برا وجوا. يعني اليوم إذا بتاخدوا إكزامبل هذا شيء منيح كان ناجح. فاليوم اللي عم بقوله إذا بنعمل كريتير تشيل اليد الهيومن انترفنشن، يعني تشيل الشخص وتخليها تطلع على الليست اي سيستماتيك، وفيك تعمل هذا الشيء بطريقة تعمل منظومة بين التصويت بين الافيشنسي بين المنتخب بين المدربين بين تعمل سيستم، وهذا اللي حكيته من زمان بتطلع الليست اي بعد ما تتفق. بس هي عم تطلع هيك. لا هي اخر شيء في قرار اتحاد بيجي معطيات. انتبه اليوم الاتحاد كمان عم يشتغل بطريقه غير شفافه، بس في ناس ما عم تعرف لانه الكريتير منه مكتوب. كيف غير شفافه؟ عم يشتغل بطريقه شفافه. اوكي عم يعني عم يشتغل بطريقه كثير شفافه بس الناس ما عم بتشوفها لانه منه مكتوبه. هيدا اللي بس اليوم انا بعرف انه انا كنت اسال اكرم هذا كيف صار، هيدا مثلا فلان ليش هون ليش تنقى
ليش هذا ما تنقى؟ في كريتار عم يمشوا عليه واضح. طالما عم تحكي عن هالموضوع قبل ما اروح على البريك، مارك خوري كان عندك عميل ازمه بالبلد، كان بهوب السنه الماضيه، بيستحق يكون ليس اي ولا لا؟ مارك خوري لما مندع على المنتخب صار منافس لاي حدا بالستاتستكس، لانه انت الليست اي في 12 او 15 22 في 3 4 دائما ما بيكونوا اندعوا على المنتخبات وفاتوا على الليست اي، اكيد فطلع ارقامه، لانه اليوم مارك عمل 30 دقيقه معي وكان عنده ارقام كثير عاليه وطبيعي كان يطلع الليست اي. اخر سؤال بهيدي الفقره، جان مارك جروش، رودريغ عقل، عم نحكي عن اسمين كبار بعالم الباسكتبول بالمواسم الأخيرة، وطانيوس عقيقي، في عندك إليوس بعده صغير، عندك إليوس، عندك علاء، عندك عبد، عندك عمر، عندك صوما، يعني عم تجرب تعمل توليفة إذا بدي أقول اليوم دوتو شوي من كل شيء. اليوم الإضافات اثنين ما بخب عليك كان عم يمزح فيها أكرم بعهد المقابلات أنه جاسم على لما صار البد يطلع، أنا اليوم جان مارك ورودريغ ما فيني مضيون انا بسياستي لو ما اجت المزايد، لو ما اجوا المصريات. انا بكل صراحه عملت ابجريد، وانا برايي من انجح الاشياء اللي صارت هالمزايد اللي صارت واثرت على كثير انديه، في انديه بركي كانت عم بتسكر رجعت هلا حتعمل فريق وحتنافس. طيب وهذا كثير صحي، رح احكي عن المزايد بس خليني اخذ بريك ونرجع نحكي بهذا الموضوع. أوكي. بريك وبنرجع. عودة لريبلي وضيفنا رئيس الاتحاد اللبناني للبادمنتون، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس نادي هوبس جاسم المزايدي. قبل المزايدة بس خلص، رودريغ وجان مارك جاروش إضافة، رودريغ از ليدرشيب وخبرة بحاجة لشبابنا، وقلناها نحن أنه رودريغ واللي عم يعملوا ببرينرز أنا بدي منه كمان يعطي للشباب اللي معه بقلب الهوبس لحتى نكون فريق حلو عم بينافس. جان مارك بحاجة كمان لهالبلس لأنه تالنت مخيف وحنكون حده ليعمل أحلى سيزن مع الصغار اللي عنا، مع عندك تانيوس كمان وتانيوس وإليوس إليو باسيل، وطبعا الشباب اللي عنا مع ثلاث أجانب كمان. نحن أجانبنا السنة إن شاء الله بوعد أنه حيكونوا منافسين مش مثل هذيك السنة. طيب المزايدة LBC MTV كسرت الدنيا، بعد العالم لليوم عم تحكي بهيدا الموضوع، النوادي استفادت طبعا، الاتحاد استفاد للمنتخبات الوطنية واللعبة صارت بمكان آخر. اليوم نادي مثل هوبس عم تقلي أنه استفادت من هيدا الموضوع، في نوادي تانية. هل أنا يعني عندي شيء حرق قديمة يعني بس أنه بس تقلك أنه ميروبا مثلا بول كافتر عم نرجع على مدربين، ميروبا كان مجهول مصيره، كان مجهول مصيره، يعني اليوم عم بيجي 200 ألف على طبق من 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 فضة. المال بيعمل إنجازات، يعني المال هو الأساس، هو الحياة بس طبعاً. بده إدارة حده طبعا، بس أنه بيعمل لك شيء. لك موضوع المزايدة ما بعرف إذا بيكون بدي فوت شخصاً فيها شوي، أنا ما بحب يعني كتير مثل أعطية، بس أنا كان إلي مثل ما بقول الشرف أني أدفش أكرم وشربل على هالخبرية، أنا دفشتهم وهو الناس استوعبوها وأخذوها على الاتحاد وكانت خطرة. بيسمع أكرم وشربل، بيسمع للي بيعمل، بيسمع للشيء اللي بيشوفه صح، بيسمعه وبينفذ الصح. إيه. بس هي الخطورة مش بس الفكرة هينة، وأنا عندي، أنا مبسوط لأنه آخر شيء بدي أفهم حالي أنا، هالبرودكت تبعي اللي صار له 15 سنة أنا فيه قد إيه حقه، أنا ليه ما باخذ حقي كهوبس؟ هلا اليوم مين ما أخذها بده ينقل لي غصب عنه، أول شيء لأنه أنا صرت منافس، ثاني شيء بده برودكت، قبل أنا ما كان ينقل لي. فمثل ما بيقولوا أنا كنت عم بمزح بالمزايد، عم بقول لأنه صار بدنا مفعول رجعي، رجعونا المصاري اللي يعني في مصاري كانت عم تتاخذ من وجه الأندية، وهذا الصح، وهيدي قوته أكرم حلبي والفريق اللي معه، لما بياخذوا هيك قرار أكرم بيقدر يحميه، لأنه بمكان ما كانت مخوطرة هاي القصة، رجع أكرم قدر جاب المينيموم اللي هو 1.2 مليون وانطلق من هونيك. كان في يعني في تفاصيل ما فيني بركي احكي من 560 ألف باخر موسم لمليونين و700 هي المليون و200 يعني اللي نحن خلصنا فيه بالزمنات، صح بلشنا فيه. وبرجع بقول لك لما طلعت المزايده بمكان ما هذا الشيء صحي،
وحتى اذا انت انا برايي اليوم لما بينحط ارقام مثل ما عم تنحط بالباسكتبول، مليونين ونص بالسنه منهم كتار يعني مقارنه بالانديه شو عم تدفع. نحن بركي نحن مش مثل الانديه الكبار، بس الانديه الكبار عم يدفعوا او ثلاثه عم يدفعوا أربعة. هذه المبالغ اربعه خمسه يعني هومنتمن وشانفيل بيروت حكمة رياضي في خمس يعني أندية، بس في فرق بين المليونين ونص والمليون أو بس أنا مهم ملايين عم نحكي ملايين يعني عم تحكي أنت البطولة طبعا حقها 12-13 مليون عم ينحط فيها اليوم يعني. اليوم جاسم كلاعب قبل ما أفوت على موضوع البادمنتون كلاعب ورئيس نادي وعندك خبرتك والمنتخب كيف شايف المنافسة؟ رح تبقى حكمة رياضي ولا بتلاقي في شيء أو يعني في بيروت كمان معهم ما بدنا نقلل من قيمته، بس أنه برأيك حدا رح يقدر يخرق هالثلاثي لإحراز اللقب؟ ما بعرف ليش هذا موضوع بحسه أنه في كتير سبيكوليشن و... أوكي رياضي عنده لاين أب جامد. رياضي أنا ما فيني مش أنه انتبه أنا لا لما بدنا الصراحة أنا بالرياضي السنة اللي عمله انا برايي الحكمه اوفر اتشيفد. انا بركي انت سمعت لك مقابله الحكمه اوفر اتشيفد ليوصلوا على النهائي. في انديه مثلا البيروت اندر اتشيفد. الرياضي they were exceptional هالموسم. الرياضي عملوا مثل ما بيقولوا حطوا منظومه او حطوا مفهوم جديد لكره السله وقالوا للجيل كله هيك لازم نلعب نحن من الناحيه الهجوميه. وكيف عندك 12 لعيب كل واحد قبلين بدوره نجوم عم بتشجع نجوم وعم يحرزوا ألقاب لأنه كل واحد عم بيعطي من لغيره. هيدا الشيء بس قدي أخذت معه أن عملوا هالمنظومة من رئيس النادي اللي هو مازن للجهاز الفني للشباب الجديد اللي عم يشتغلوا معه لا الفران لآخر شيء ركبت هالكيميائية وزبطت والشباب ونوعية الشباب. أنا برأيي بتحكي عن أمير بتحكي عن وائل بتحكي عن الليدرشيب تبعيتهم، بس أنا بحكيك عن علي وبحكيك عن كريم وهايك. هلا كمان أنا شهادتي مجروحة فيهم ثلاثتهم أكيد من بس عندك. مش لأنه من عندي لأنه they are superstars عم بيعطوا positive energy بكل الوقت إنه قاعدين على البنش صح وهني بقلب الملعب. تجربة الحكمة هيدي كبيرة. تجربة الحكمة النتيجة كانت سوبر، الإداء ما كان سوبر الإداء ما كان سوبر بس النتيجة كانت أنا برأيي سوبر. أوكي. اليوم التركيب اللي عم تركب بالحكمة إذا ركبت ليك كان عنده أسامي أمراض ما بيركبوا. واليوم الرياضي ما إجا بنا من الصفر عم بيضلوا يخلي اليوم الكور تبعك لما تحكي بالكور منه هين حدا يصنع كور ويكمل معه. لما كل ما تغير كل سنة بتركيبتك يعني مثل كأنك بمكان ما عم ترجع للصفر لتقلع عن جديد وما هذا شيء منه صحي. خلينا نفتح صفحة البادمنتون، كيف أوضاع اللعبة حاليا؟ يعني اليوم بعد الكورونا وبعد كل هالأمور كنتوا عاملين برنامج كتير حلو عم بترغبوا الناس باللعبة وكانت ضمن الباك فرنسي وبعدها كنا عم نشوف اللعبة فيها عدد كبير من اللعيبة. شفناها خفت مثل كل الألعاب كورونا وأزمة اقتصادية وانفجار البور وكل هالقصص. ليك من الصعب أنت اليوم يعني تصنع لعبة منا بالدي إن إيه تبعك. أنا بدي أن هيك تبع كل الشعوب المنطقة يعني. لا بس شرق آسيا غير شرق آسيا بتخاف يعني الكرة السلة مش موجودة صح وبآسيا كلها يعني مع احترامنا لكرة السلة ومحبتي البادمنتون هون كاهتمام آسيوي من الصين للهند لليابان لكوريا لإندونيسيا لماليزيا نسبة للكثافة السكانية والمال اللي هذا سو اللعبة صعبة لأنه لا منشوفها ولا محضورة ولا منعرف عنها شيء. لا تقدر تصنعها مثل كأنك عم تنحر بالحجر. It's not easy. وصل عدد كتير كبير لأنه استراتيجيتنا كانت مع المدارس مع الصغار وبعدنا هلأ بنظامنا منصر على كل الأندية تكون عم بتصنع صغار. في صغار في جيل جديد دائما هلأ الحمد لله اليوم المشاركة بالصغار أكثر من المفتوح. عندنا مشكلة أنه المفتوح بعضهم صغار هن عم يربحوا وهيدي شغله صحيه بس انا بهمني الاستمراريه. كثير صعب تعمل استمراريه لانه اخر شيء بيوصل طب
ما في احتراف بلعب بادمنتون وبعدين وما في اهتمام هلا شوي المشكورين الجامعات عم يعطوا سكولرشيب للبادمنتون هيدي الشغله كثير مهم ما شيء اللاعب بده شيء ريكومبانس بمكان انه عم ياخذ شيء منه انه اوكي عم نسافر عم نشارك عم نقدر نجيب شوي دعم من الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي بس انه اتس نوت انف صعب نشوف لعيبه بادمنتون بالالعاب الاولمبيه من لبنان او مستحيله إذا يعني ليك اليوم السعودية والإمارات عم بيجيبوا وهو نظامنا بيسمح لك تجنس حتى بلا تجنيس يعني كتير نظام البي دبليو اف عين عم بيجيب إندونيسية عم بيجيبوا هنود صغار عم بيصنعون عم بيجيبوا بس إنه تصنع لبناني صعب بده يكون عندك عم يتمرن سبعة أيام مرتين بالأسبوع أنا رحت على ماليزيا على السنتر دو فورماسيون تبع الاتحاد بيتمرن على 36 ملعب 150 لاعب بالمنطقة 150 عايشين أيمين نايمين بالسنتر بيتمرنوا 4 الصبح ببلش أول تمريني تاني بتمريني على 11 تالت تمرين بيتمرنوا 3 أيام 3 تمرينات بالنهار عم نحكي كل الفئات العمرية بيخدوهم من كل مناطق عايشين وعندهم مشكلة لحققوا ميدالية أولمبية بس لأعطيك ال يعني عم نحكي منظومة مال وملاعب وثقافة وثقافة فبتقلي بقلك فيني أحلم فيني كذب أنا وياك ونقول أنا اليوم لهيك نحن شو عملنا بالاتحاد خلقنا انتيتيات بقلب الكوميتي بقلب الاتحاد اللي هي اللجنة الإنسانية والنسائية نحن دخلنا الكوتا النسائية أول اتحاد دخلوا على هذا وهذا بتمنى أنه يروح للجنة الأولمبية ولكل الاتحادات هيدي شيء كثير مهم التنس جندر اكويتي صارت نحن عنا مينيموم 30% هلا عم نشتغل مع البارا عنا لعيبه بارا معقول نعمل نتيجه بالبارا وعم نشتغل وصار عنا مشاركات عم يجينا دعم عليها عم نشتغل مع داون سيندروم مع السبيشال اولمبيكس عم نشتغل مع هلا اليوم مع امور بيئيه عم نطرح عناوين الرياضه لما ما بتقدر تعمل ميداليه فيها تعمل شيء كثير مهم للمجتمع أكيد. اليوم لما قادر تعمل ميداليه انت موجود انت انتيتي موجوده طب شو فيك تعمل شيء ضوي على الامور الحياتيه الاجتماعيه اللي بتخدم مجتمعك وهذا اللي عم نعمله نحن طيب جاسم عم اخر سؤال بهذا الموضوع اليوم وزارة التربية بتعمل بطولات مدرسية ما بنشوف البادمنتون يعني ما عم بيساعدوكم طول عمرها بنكون معهم هلا باخر سنتين يعني ما عم بسمع لا فيها الا بالجامعات الجامعات هلا حنرجع نحن نطلع بالبطولات المدرسية ما عم بتساعدكم وزارة الشباب والرياضة او وزارة التربية بهالموضوع بدهم مين يساعدهم يعني اهم شيء ما توقع الوزارة كانت من وراء التصدع بشرفك وين اي وزارة اي عن جد بدك مين يساعدهم يعني انت بتعرف قديش في مشاكل بالمنظومة بالبلد ما فيك تطلب مساعدة من حدا نحن قبل كنا انه كان في مصاري على 1005 نقول والله لازم تعطوا لازم حتى نقسم هالثلاثة مليون اللي كانوا كلهم هن 3 مليون دولار بالسنة مش ميزانية فريق باسكتبول كانت ايه. هلا ما في 3 دولار تتوزع هلا ما عاش في فاليوم نعيش بالواقع الأليم اللي نحن فيه واللي لسوء الحظ هلا بدك تفوت على شيء اللي نحن معقول رايحين على شيء أسوأ بكثير يلا خلينا ناخذ بريك ونرجع بالجزء الأخير مع ضيفنا جاسم أنصر عودة لريبلاي بالجزء الأخير مع ضيفنا جاسم أنصو آخر سؤال عن البادمنتون كان عنده رؤية الاتحاد الدولي ينشر لعبة بهاي المناطق ساعد ماديا وبالماتيريال وبكل هيدول القصص نجح ولا صعبة عم نحكي أنه بالجان هي موجودة بشرق آسيا هون عنا لا الاتحاد الدولي ما نجح وأنا دائما من الأشياء اللي بتحش فيها بالاتحاد الدولي أنه ما في ماركتينج بمناطق نحن بنحط الخريطة بالعالم بتشوف وين في فيورشيب بتحس انه كل ويست ايجا اللي هن 11 12 15 دولة ما بنشوفها لا دائما بنق عليهم انه يا جماعة بس نحن عندهم القدرة المادية بعدهم ايه عندنا القدرة صرنا المادية بس نحن دائما بعدنا عم نطلع على الاكسلنس بالاتحاد الاسيوي بحكم قدرتي انا وجهت البوصلة اتجاه الاتحادات الصغيرة وهلا عم نقدر نطور اتحادات صغيرة اللي هن بوسط اسيا الستان طاجيكستان كنت بكازاخستان اوزبكستان هون عندهم امكانيات مادية كمان هن عندهم امكانيات مادية ما عندهم لا اضعاف بالبادمنتون مثلنا عندهم امكانيات باللعبات المشهورة آه، ما كمان البادمنتون بهالمناطق ضعيفة يعني اليوم اللعبة لما ما تكون مشهورة بالبلد ما بتاخد دعم طبيعي ف
بدك تغير الرؤية أنه تعال يا أخي اتحادات آسيا، وصار عندي القدرة أن يقول والله وجه البوصلة صح، خلينا نطور صح. ولهيك عنا كتير أمور تطويرية نحن بالمنطقة من وراء المال اللي أنا دفشته يروح على الاتحادات. في مستقبل للبادمنتون بالدول عنا؟ حتكون هلا أفضل، نحن من 5 سنين شيء ونحن تطورت بالدول. قديش حتكون حلوة عربية مئوية بالتطوير؟ 20 30 40. طيب في 4 دول هلا فاتوا عم ينافسوا. اليوم السعوديه عم بحطوا ملايين دولارات بالبادمنتون. اليوم كله كان، ما هي مثل يعني سارك كله بيعدي كله. بدها وقت بس اتس جود. هلا عم نعمل بعمان دوله بعد ما كانت على الخريطه. بنوفمبر عندنا بطوله غرب اسيا اللي نحن بندعمها. هذا البرودكت انا عملته وبدفع 50,000 دولار لكل منظم لان يستقبل كل الوفود ونغطي كلفهم لتروح الوفود وتلعب اندر 15 اندر 17. هيدا اليوم الاتحاد الدولي اللي نحن عم نعمله باسيا عم بيقولوا واو بدنا بركه ناخده دوليا. اوكي طيب، تنفتح موضوع انتخابات الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه باخر محور. هل سنشهد توافق او معارك انتخابيه وانقسامات مثل ما هو الحال اليوم؟ ليك ما بعرف، اللي عم نشوفه غريب عجيب. ليك من بعد ما انكسرت من 4 سنين بالانتخابات واللي انا برايي كانت اسوأ شيء صار للرياضه اللبنانيه، مش انه مين خسر ومين ربح، في ناس انبسطت ربحت، في ناس ما له علاقه بالناس، من اللي ربحوا رجعوا انقسموا وتخانقوا بغض النظر مين وكيف وليش. بس الايفكت اللي انعمل على الرياضه كان جدا سيء، واذا استمر حيكون أسوأ وأسوأ وأسوأ. نحن اصلا بدنا قشه لنتعشى ان نتمسك فيها. نحن هاي القشه عم نشيلها، وبالعكس عم نحط اوزان لنغرق اكثر. انا هيك شايف الوضع. اتمنى، انا دائما كنت مع الديمقراطيه ولا للتوافق ولا بالعكس انه اللي بيسوا ولا للكوتا وليش عم تعملوا. انا دائما اكثر واحد وبعدني بحكي فيها وبعدني مقتنع فيها، بس اقتنعت هذا البلد اعوج وهو هيك راكب. يمكن انت كنت من اسباب اللي صار، لانه بركي انا هو هي هلا انا حطوني كمش محرقه سام هاو، مش انه انا كنت سبب، بس بعرف انه انا ما كنت السبب. هو انت اذا بدك الحجه بس الحجة. هو ايه ف لسوء الحظ صرت مقتنع انه لازم يصير لسوء الحظ مقتنع انه لازم يصير في توافق. لما كان في توافق اقل شيء كانت الامور عم تمشي. هلا عم تمشي بافضل حال؟ لا، كنا دائما نفضل الافضل يكون بالمركز الرياضي الاداري ليطور مطرح ما قاعد، ما نجيب ناس ما عندهم انبوت على الرياضه. فكيف رايحه الامور هلا؟ في كان في فكره يصير في مثل التقاء من فتره، ما بعرف ليش تخربطت ما تخربطت. هيدي الاتفاقيه ومدعوين نحن ب 22 شهر نعمل جمعيه عموميه اللي صار مع الوزير العقوبات. اللي صار مع الوزير برايك مؤقت ولا بيمشي الحال لوقت الانتخابات باللجنه الاولمبيه؟ اللي هو اللقاء اللي صار وهالاتفاقيه اللي عم تحكي عنها. اتمنى انه هذا الشيء اذا الكل يرتقي نحن معه وانا بندعمه. بس كمان عندك مشكله ثانيه بالوزاره. اليوم الاستاذ محمد عوادات كمان عامل يعني رافع دعوه وربحها وفي خبصه. بدنا نلم كل يعني اي مسؤول رياضي ومسؤول سياسي ومسؤول عنده ذره اهتمام ولا ذره ضمير رياضي لازم يحط كل تقله لحتى تنحل هالمشكله. كنا ندعي لعدم تدخل السياسيين. لا انا بديهم يتدخلوا لا يحلوها، لانه المشكل صار سياسي وما بيحلوا الا بالسياسه. لسوء الحظ. بدك نحكي الحقيقه ولا لا؟ بدنا نحكي الحقيقه بس نحكي إنه شعر بقول لك خلص واعملوا انتخاب. انا لا، انا مع انه تنحل وتقعد الناس مع بعضها ويتفقوا، بس يكون في مثل ما بيقولوا معايير على الاتفاق وكيف وليش وين رايحين ومين خرج ومين ما خرج. اتمنى ذلك. في براسك تصور معين يعني اذا سئلت؟ انا بس بقول لك لا، اذا سئلت مني مرشح هذا الموضوع رح اسالك عنه قصه الترشح. بس اليوم انت من بيت سياسي كمان، اليوم اذا سئلت من اي مرجع سياسي عندك تصور لحل بهيدا الاطار؟ لانه البلد طائفي، البلد مذهبي، البلد قائم على توازنات يعني مؤسف هيدا الامر. بس هيدا طول عمري كنت صديق للكل،
بالسياسة. أنا بيت سياسي ما بحي، بس الناس حطوا فيتو على جاسم أنصر. بغض النظر أنا هيدي الناس كنت دائما على توافق مع الكل، مع اللي بالسياسي وضد اللي بالسياسي، لأني أنا ما بحياتي وما بعتقد اليوم بعد 30 سنة بالشغل الإداري الرياضي I was labeled. هلأ بدهم يعملوا لي label حرين الناس، بس أنا طول عمري كنت أتعاطى مع كل الأفرقاء السياسيين رياضيا. أوكي. لما أنا ولن أسمح لنفسي أني فوت لحتى حفز السياسة لتحل المشكل الرياضي، أنا هني حلوه. بدكم تحكوا معي رياضة أنا جاهز، أنا بقدر ساعد، أنا موجود لإضافة إذا بتشوفوني إضافة، ما بدكم يعني ما أنا ما عندي مشكلة. بس أنه اللي عم تحكيه كتير حلو، اليوم بدك تحل مشكل، بفهم عليك، بس أنه أنا أقول هذا المشكل هيك لازم ينحل. إيه بس أنه جاسم كمان أنا من موقعي كمراقب ما بدي أقول أنه عندي وصلك زمان عندي خبرة بهيدا الموضوع، بس أنه معقول أنا جيب رئيس اتحاد له 8 سنين مش عامل بطولته يكون عضو باللجنة الأولمبية، وجاسم أنسو بالفكر التطوير نائب رئيس الاتحاد الدولي للبادمنتون قاعد عم يتفرج، يعني تقيلة بدها تكون على تقيلة بدها تكون على الرياضيين. فيكون جاسم أنسو ولا اكس ولا في واحد عم بعطي مثل لانه انت معي، في عندي اشخاص انا برجع بقول لك في اشخاص ما عندهم اتحاد وما قدروا عملوا وهن اداريين كتير مميزين، ما بدي اعطي اسامي. لا يعني اذا عندك اتحاد فاعل معناتها انت حتكون فاعل باللجنه الاولمبيه، ولا يعني اذا ما كنت حتكون، يعني ما في مقياس لهالامور. الشخص بوجوده بالمركز شو عم بيعطي؟ ليه ما بدك قيمه بمركز؟ طب ليك انا اذا بدك تضحك، انا شو جايبني اعمل نائب رئيس اتحاد دولي بالبادمنتون؟ ليه انا ما عندي انا إيه بس انت اللي اللي جيبك قدراتك وانا شو عملت؟ اوكي اذا هيدا انا ما عندي، انا بالمقياس العالمي انا نكته. عفوا يعني انا مركزي هو لواحد صيني من كبار الصين، هيدا المركز اللي أنا أخدته وقبلوا الكبار يقبلوا بجاسم بحكم شو عملت وشو قدمت كجاسم. يعني أنت المقارنة إنه شو بيعمل باتحاد ومنها دائما مقياس هو الشخص، بس هيدا الشخص جاي من اتحاد نجح بلبنان أخدوه. أنا بدي أعطيك بدي أحكيك إياها بالمشاعر، عندي دقيقتين بدي مازن رمضان بدي أحكيك إياها مثل ما هي. اتحاده ما في هالنشاط، بس مازن رمضان شخص يفقه بالمجال الأولمبي. أنا ما بدي أحكي عن مازن رمضان، لا بس بدي أحكي أنه اليوم إذا هيك بدي أحكي بس إذا شخص عنده هيدي القدرة لماذا لا يطبق هذه القدرات باتحاده؟ لما بيجي التسييس بفوتك بالحيط. أوكي بدك تكون حر. آخر سؤال، ستترشح نعم أو لا؟ لا. حاسم أهلا وسهلا فيك جاسم، أنا بتشكرك على هيدي الإطلالة حكينا فيها كل شيء. مشاهدينا هيدي كانت حلقة ريبلاي لليوم مع جاسم أنسو نائب رئيس الاتحاد الدولي للبادمنتون، رئيس الاتحاد اللبناني ورئيس نادي هوبس. بودعكم إلى اللقاء.